خلينا نلجأ الآن أو ألجأ أنا على وجه الخصوص إلى أستاذي الشاعر الكبير ورئيس تحرير ورئيس التحرير في مجلة نخيل العراقي الشاعر الأستاذ مضر الآلوسي، فليتفضل. مرحبا. مرحبا بك. شكرا. طبعا قبل أن نتكلم عن نخيل أريد نتكلم بالتخصيص عن دور المؤسسات الخاصة في دعم النخيل، القطاع الخاص في دعم النخيل. كيف تحقق؟ من قبل أي شركة تحقق؟ أنا أعرف أنه من قبل إيرثلينك، فقط إيرثلينك، وما هو دور إيرثلينك تحديداً في عمل مؤسسة نخيل العراقي؟ يعني في البداية شكراً لك وشكراً للحاضرين أيضاً، يعني ما أدري كيف يصل الصوت لكم، ولا أتقدم على الأساتذة الحاضرين إلا أني أمثل نخيل. كان المفروض أن يكون السيد مجاهد أبو الهيل هو الذي يتحدث هنا في هذا الموقع، يبلغكم التحيات الطيبات ويشكر لكم حضوركم ولأمر يعني فوق طاقته بالحضور لحضوره في اجتماعات أخرى تعذر حضوره إلى هذه القاعة. منظمة نخيل كما تعلمون هي منظمة ثقافية غير ربحية، لا وهذا طبعا شأن أغلب المنظمات الثقافية أو الإعلامية أو الفنية، سواء كانت جمعيات أو اتحادات، في كل حال هي منظمة مجتمع مدني لا تعمل على أساس في أهدافها الربح، لا في العراق ولا خارج العراق. وكثير من هذه المنظمات أو حتى الأعمال التي تبدو هي منظمة، يعني هي يعني كان يكون مثلا سوق خيري في مهرجان معين وينتهي، أيضا يمثل حالة من حالات وجود الثقافة أو وجود العمل الثقافي أو الفني أو الخيري في منطقة ما في زمان ما. غالبا ما تكون هذه الجهات داعمة، طبعا خارج العراق ودول العراق، اسمح لي أخذ شيء قليل يعني بس مقدمة بسيطة، يعني ربما يعني تتخلص من كثير من الضرائب التي تكون على هذه المؤسسات في 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 الخارج. في العراق طبعا ليس هناك هذا الدافع الأساس، وربما يكون جزء بسيط من هذا الدافع اللي يعني وجود دعاية إعلانية، والإعلان لبعض المنظمات أو بعض الجهات هي يعني إعلان بوسائل مختلفة، كما تعلن الآن شركات السياحة والسفر بطرائق جديدة مختلفة غير وسائل التواصل الاجتماعي وغير التلفزيون والسبتايتل والسبوت وما إلى ذلك، يعني وإنما تلجأ إلى مثلا وجود مندوبين اللي بث مثل هذه الدعايات الإعلانية. ولكني أرى بشكل خاص في العراق ربما هذه المنظمات، ليس إيرثلينك فقط وأنا سأتحدث عنها يعني لحضورها ولدعمها الخاص المتميز للجانب الثقافي ولجوانب أخرى في العراق، مثل هذه المنظمات وغيرها ربما هي تتفاعل مع الوقع الفني والعراقي في العراق، تتفاعل بمحبة، تتفاعل باندماج، بانسجام، بحالة اجتماعية عراقية حاضرة، تجد أن الجميع يتفاعل سواء كان بدعم يعني مالي أو بغير دعم مالي. طبعا فيما يتعلق بمنظمة نخيل حظيت برعاية ودعم من منظمة إيرثلينك في يعني ربما في أمرين ظاهرين: الأمسيات التي تقيمها منظمة نخيل كانت برعاية إيرثلينك، وبرنامج نون، هو برنامج اجتماعي تقدمه الإعلامية شيماء عماد زبير، كما يعني تعرفون هي يعني من الإعلاميات المهمات البارزات في الوسط الفني أو الإعلامي أو الثقافي. هذه أهم ما قدمته إيرثلينك لمنظمة نخيل. كذلك يعني هذه المنظمة أيضا قدمت دعما ثقافيا، ربما قدمت دعم لأشياء في الكرة، لأشياء في أعمال اجتماعية أخرى، لكنه فيما يتعلق بالثقافة هي دعمت مهرجان نازك الملائكة الذي كان برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشاع السوداني. في هذه المرحلة كلكم تعرفون هذا المهرجان، ربما رأيتم شيء عنه يعني.
هي دعمت هذا المهرجان، وهو مهرجان ثقافي بلا شك يعني، ولها أيضا حضور في بعض المناطق التي لا تكون بالتخصص الثقافي بشكل عام مثل النخلة وبطولة آسيا. دائما هناك طابع إعلامي لما هو ثقافي، يعني في وقت ما كان الإعلام هو الشعر في وقت ما من تاريخ العرب، الآن ربما هذا الجانب صار أقل، الجانب الأدبي يحتاج إلى ما هو إعلامي ويعني يستنجد أحيانا بما هو إعلامي لتسليط الضوء على بعض النتاجات الأدبية اللي يفترض أيضا أن يكون من ضمن فحواها أن تكون هناك أن يكون هناك جوهر إعلامي. يعني ربما يعني كيف تقيم حاجز ما هو أدبي إلى دعم من هذا النوع، دعم إعلامي، دعم مادي في سبيل نشر أكبر قدر ممكن من ما هو متعلق بالأدب؟ يعني ربما بين الإعلام وبين الأدب، أنت حصرت الثقافة في هذا الجانب، يعني نأخذ قصدي جانب الأدب أو الشعر، بينهم علاقة عموم وخصوص. يعني الإعلام لا يمكن أن يتخلى تماما، وهي مادة مهمة من مواد الإعلام، عن الأدب والثقافة، كما لا يمكن لأي نشاط أو عمل أن يتخلى لا عمل تجاري ولا عمل ثقافي عن الإعلام. ولعلي أجد يعني الدولة السابقة أو دول أخرى التي مزجت وجمعت وزاوجت بين الثقافة والإعلام، ووزارتنا التي تسمى الآن وزارة الثقافة والسياحة والآثار كانت تسمى وزارة الثقافة والإعلام، وكانت تدير الإعلام والثقافة، ولكن للرؤية السياسية ربما الخاطئة كما أزعم أنا يعني، ولا أحملكم ذنب هذا الرأي، لأمريكا وغيرها أن تجعل الإعلام قضية حرة. طبعا هذا في العنوان في التشكيل، أما في الحقيقة فلا يمكن أن يحدث هذا في العراق على الأقل في هذه المراحل أو في هذه المجتمعات. فبلا شك يفترض نفترض أن الإعلام يجب أن يبحث يركض خلف أي نقطة ضوء، أي حدث ثقافي، لا تحتاج نقابة الفنانين ولا يحتاج اتحاد الأدباء ولا المؤسسات ولا الأعمال الثقافية حتى البسيطة إلى أن تركض وراء الإعلام، بل أن الإعلام هو الذي يبحث، وهذا هو الحالة الصحية، هو الذي يبحث عن أي بقعة ضوء إذا كان هو متفاعل. يعني ربما يكون دوره الإنساني في هاي اللحظة أقل من دور إيرثلينج أو يعني المؤسسات الداعمة الأخرى. الإعلام يحضر إذا تعطيه أموال، ولا يحضر إذا أو يحضر بشكل ضعيف في منطقة معينة دون منطقة أخرى لمصالح ولعلاقات وما إلى ذلك. ما الذي يغري المؤسسات الخاصة أو القطاع الخاص لدعم مؤسسات ثقافية، خصوصا الثقافة قد تكون بعض يعني بعض ما يصطلح عليه أنه هو ثقافي منفر بالنسبة للناس الكثيرين، يعني مو مادة إعلامية تشجع على أنه أنا أدعمها كقطاع خاص وحقق لشركتي وحقق لمؤسستي في رواج معين. وطبعا أكو أشياء خفية ربما أنا يعني لا يحق لي أن أتحدث بهذه الأمور يعني، لكن ظاهرا قلت لك أنه أنا تحدثت في بداية حديثي عن هذا الموضوع، أنه بعض الدول بعض الجهات تدعم للتخلص من يعني من الضرائب لإعفائها من بعض الأشياء، يعني هذا نوع من أنواع، لكنه في العراق لا، ربما ليس هذا الدافع الأساس الأول، ربما يكون هناك بعض الدعاية لحضور بعض الجهات الداعمة، ولكن الأكثر في الجهات الداعمة هي تفاعل هذه الجهات مع النشاط أو مع الشخصيات أحيانا. يعني ربما هناك شخصية، يعني على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، نقابة الفنانين في مرحلة ما لم تكن متفاعلة كثيرا بسبب أشخاص مو بسبب إيش، هذه المؤسسة حين يتغير مثلا مديرها العام، حين يتغير رئيس الاتحاد، رئيس النقيب إلى آخره، تتغير طبيعة العلاقة مع الجهات الداعمة، ربما تكون العلاقة الشخصية ميول هذه الجهة إلى دعم والتنسيق بدون يعني ربما يكون يعني لأقول قد تنعدم المصلحة بالنسبة للجهة الداعمة، المصلحة الحقيقية، حتى فكرة أنه يحققون حضورا إعلاميا أو دعائيا أو لا يحققون هذا الأمر،
حتى هذه ربما تنعدم أحيانا بسبب العلاقات وبسبب ميول وحب هذه الجهات للتفاعل مع يعني الحدث الثقافي الذي أصبح رمزا للإنسانية ورمزا لأشياء كثيرة. أنا لا أؤمن بها طبعا. شكرا لك. لا والله أنا يعني بس أرحب بالجميع باسم منظمة نخيل، وأعتذر مرة أخرى أني قدمت على من هو مقدم، وتبقى نخيل حاضنة وحاضرة لكل بقعة ضوء ولكل مضيء فيها.